السلام عليكم. اليوم رانا في عنابة وفي ملعب عنابة ونشوف الأشغال نتاع التهيئة نتاع الخارجية، وكذلك فيه تقدم ملحوظ داخل الملعب، وسبق وان قلنا الكلام هذا. والآن رانا في مرحلة وين انتهت عملية وضع اللوح الإلكتروني، وكذلك جلب الأرضية نتاع العشب الهجين هذا، وبقات عملية تفريشه. وسوف نشاهد في هذا الفيديو يعني الكمية تاع العشب الهجين هذا اللي جلبوه للملعب لوضعه. وهنا نشاهد الرولو تاع الجلب هذا تاع العشب الهجين هذا اللي راح يتفرش الملعب. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.